فهاد الفيديو جيت نهضر لكم صراحة على واحد الموضوع اللي كنعرفو فيه واحد الحساسية كبيرة وماشي أي واحد صراحة كيدخل وكيدوي في هاد المواضيع هادو، نظرا لأنه كنعرف واحد الشريحة كبيرة من المجتمع ما كتخليكش تناقش بحال هاد المواضيع ولا تعطي الرأي ديالك، وكيخليو حكر على واحد الناس اللي هما بين قوسين تنقولو عليهم رجال دين. وبكل صراحة كاينين بزاف ديال التفاسير وكاينين بزاف ديال الأشياء اللي خاص يتعاد فيها النظر، وكاينين أخطاء كبيرة. حنايا أنا بعدا شخصيا كنهضر على راسي كنشوف بلي كاينين بزاف ديال الأشياء اللي ما عندهاش منطق، ولكن هاد الناس كيزيدوا يصروا وتيزيدوا في التشدد ديالهم، وأنا بالنسبة لي هذا واحد الحاجة ما كتخدمش البلاد ديالنا، لأنه غيخرج لنا واحد اليسار اللي هو توا يكون متشدد. علاش الإخوان اللي ما كيعرفش بعدا الفرق ما بين اليسار واليمين؟ فراكم كتعرفوا في أي بلاد الإخوان راه فيها اليساريين واليمينيين، يعني اليسار هما تيكونوا واحد التيار فكري سياسي اللي كيحاول يدير واحد المساواة بين افراد المجتمع، هذا هو تيكون الخدمة ديال الناس اللي هما ديال التيار اليساري اللي هما راكم عارفينهم تيكونوا داخلين فيهم الاشتراكيين والليبراليين والاستقلال، وهاد راه بزاف ديال الاحزاب اللي هما راهم يساريين وكيحاولوا وكيدافعوا من اجل الحقوق وبزاف ديال الاشياء، بينما اليمينيين عندهم واحد الطريقة اللي هي مثلا كيحاولوا تدويو بالجمع، ماشي كيدويو بالفرد، كيدويو بالجمع وكيحاولوا يتحكموا في الجمع. يعني مثلا حيت ما عرفتش كيفاش نعطيكم امثله، نقدر نعطيكم شي مثال بسيط يلا طاح لي على بالي، مثلا باش ما ندخلوش في متاهات، مثلا في السعوديه شحال هادي كان اليمين المتطرف في قبض السعوديه ما كيخلوش المراه تسوق مثلا، انتي تيقولوا لا النساء لا انتي حرموها. مثلا انت كرجل تقدر تكون جالس في الطبل بحار ولا في شي قهوه مرتاح مع راسك، وكاين واحد اللجنه اللي كانت عندهم مثلا سميتها لجنه الاخلاق وشي حاجه، تجي تبدا تنوض في عباد الله يلا سيدي تصلي، بحال قلتي تيبغيو المجتمع يتحكموا فيه ككل، ماشي كيعطوك الحريه الفرديه باش انك تمشي بوحدك للجامع ولا تمشي بوحدك دير واحد الحاجه يعني كيبزو عليك دير شي حاجه. هادشي هذا هو وهذا هو اللي كيوقع دابا حاليا في السياسه، وهادشي اللي تيدور خصنا نكونوا عارفينه الاخوان، هادشي هذا راه تيتعلق بيك وبيا وبزاف ديال الناس باش يعرفوا كيفاش اصلا كتدار السياسه وكيفاش كيفاش هادشي حيت راه كتشوفوا مؤخرا هادشي راه ولا تيخرج، يعني ولاو بزاف ديال التيارات اللي هما يساريين كيحاولوا يحاولوا بكل ما اتيحت لهم من فرصه باش انهم يعزوا المواقف ديالهم ويدافعوا على المراه، لانه صراحه الله راكم اللي بغى يعرف هادشي هذا خصو يمشي يقرا على التاريخ ديال المراه ويعرف بلي المراه اضطهدت على مر السنين، يعني مدات كثيره. فهاد المراه هادي راه يمكن جا الوقت باش نزيد ونعطيوها واحد الاهتمام كبار ونزيد نعطيوها ثقه كبيره، وعلاش لا. انا من بين الاشياء اللي استفزتني مثلا في الفيديو اللي شفت دابا ديال مهداوي مع هذا السيد هذا اللي هو سميتو الكتاني، اول مره كنعرفو بكل صراحه قبل ما نجي نهضر عليه مشيت قريت السيره الذاتيه ديالو، انسان محترم هو والعائله ديالو، قريت عليهم كاملين عندهم مستوى تعليمي كبير والله يسخر لهم، حنا هادشي غير مناقشه لا هو ولا بزاف ديال الناس. الحمد لله انه كاينين علماء اخرين اللي صراحه كيجيو كيفسروا بعض التفاسير اخرى اللي هي تعطي تفاسير منطقيه، ماشي نقول مثلا انايا، ولكن حنايا الحمد لله كيف قلت لكم كاينين الناس اللي كتدافع بطريقه اخرى ماشي بهذه الطريقه. الرجل علاش نعطيك مثال، الشهاده ديال المراه خاصك تجيب جوج عدوا الشهاده ماشي شهاده امراه، ولحقاش وحده غتنسى وحده غتعقل. اليوم في المحاكم اللي كنمشيو نتحاكموا المراه كتحكم عليك، انت الراجل وانا الراجل، كنمشيو عند رئيسه الجلسه واحد، ولكن في الشهاده يكونوا غير جوج دعيالات، ولكن لا غير الخطا لا يبرر الخطا، لا ماشي خطا، وجود قاضيه خطا، خطا باتفاق علماء الاسلام المراه لا تكون قاضيه، فان تاتي بامر هو اصلا يجب ان يناقش حتى تجعله دليلا على علاش خطا. هذا هو هذا الان يعني موضوع لا اريد ان ادخل في التفاصيل لانك الان لا. لكن انا عائشة انا الذي دائما المؤمنين عائشه ام المؤمنين صفحه مشرقه في تاريخ الاسلام، وهذا لا نخالف به. عائشه رابعة العدويه بالعكس كاين نساء، علاش تقولوا كيفاش ما تحكمش على مين؟ وحنا عندنا ام عائشه، واش عائشه ما تحكمش على الناس؟ شوف كقضيه عائشه ما تستحقش تكون قضيه، رجاء رجاء لا عائشه واش تستحق تكون قضيه ولا لا؟ اسمح لي لا سي حسن، هل هذا الخطا يسوغ الخطا الاخر؟ واضحه سي حسن، غنرجع معك التعدد موضوع كبرزه المغاربه، وانت كشيخ فاضل انا نبغي نستافد منك ويستافد منك الجمهور. يعني كاين الناس كيقول لك اليوم يعطيني فرصه نناقش معك، كتزوج انت اربعه العائلات دائما واش ما كاينش اضرار مجتمعيه؟ انا نقول لك شنو هي الاضرار، كاين اللي كيقول عدد من واحد كيكون مزوج لمراه عنده وليداته كياخذ المراه الثانيه، اسيدي انت قاد بها جنسيا وماديا وكذا ما كاين باس، ولكن شحال من اطفال تعقدوا لان باهم تزوج عليهم، وكاين الطفل اللي ما كيهضرش مع بواه
وشحال من مرأة ماشي محدد أنها راضية ما عندها عليه لين بغيتي ما بغيتيش غيطردها. سأسألك سؤال إذن أنا بنقولك سؤال منطق العقل أنت عندك قلب وأنا عندي قلب مثلا بحال هذا السيد الثاني في الفيديو الفيديو كامل صراحة بزاف ديال الاشياء دازو سلبيه ما عجبتنيش في هذاك الفيديو مثلا ما كيخليش المراه تقول لك ان المراه ما عندهاش الحق انها تولي قاضيه لانه اصلا المساله خاطئه المراه خصها تجلس في الدار هو عنده الحق يتعدى يعني مراه اخرى ومراه بزاف ديال الاشياء بحال هكا الاخوان عندها واحد الاثار سلبيه ولا هي كبيره يعني بكل صراحه الله راه كنبينوا بلي تنقصوا من المراه وبواحد الدرجه كبيره يعني المراه عندها لا شيء ملي كنقولوا بحال هذه الاشياء هذه لا زعما انت عندك الحق انك تعدد يعني شحال من واحد حكم المغرب في الحكومه وما دارش شي حاجه مزيانه يعني ما كانش في المستوى ياك رجل ما كانش في المستوى تقدر امراه تحكم وتكون في مستوى تقدر امراه تحكم ما تكونش في مستوى ولكن هذا لا يعني ان النساء راهم بدون المستوى والراجل راهو فوق المستوى هذا دا واحد التفكير غبي قديم واللي باقي كيزيد كيفكروا هو كيعرف راسو راه باقي تعيش في هذوك العصور خصكم تعرفوا الاخوان المراه مثلا راه من كل 5 اطباء في المغرب اليوم 5 اطباء تيكونوا 3 منهم بنات تخيلوا معايا كون درنا الاقصاء على المراه تقول راه حنا دابا اصلا نعيشوا في واحد الازمه كبيره ديال الاطباء غتقول لي حنا الدراري في اخر المطاف الا قلنا غير الا خرجنا غير حنا بوحدنا راه كاين اللي كي قلت لكم انتم كيفاش هذا ماشي كره هذا ماشي كذا تيكون واحد الاقصاء ما تيخدمش المصلحه ديالنا المصلحه ديالنا ما تيخدمهاش هذاك الاقصاء يعني شئتم أم أبيتم رأيت اللي كان أصلا حنا عندنا مشكل كبير مثلا غير في الطب فهمتي عندنا 8 ديال الأطباء من أصل 10,000 ديال 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 10,000 نسمة وهذوك من أصل دوك 8 راه يكونوا على الأقل واحد 5 ديال البنات يعني الإخوان غير باش نكونوا عارفين باللي راه ما خصناش نضربوا دارنا إلا كانت هي من الزاج فهمتي تيقول لك هذاك المثل يعني هذا الشيء راه ماشي لوجيك بحال دابا مثلا السيد كيف قال لهم كيجي تيهضر على التعدد وتيقول مثلا نهضر على الآية بنجبدها عندي في التليفون هما دابا كلهم تيجي تيقول لك كيحوا ما طاب لكم من النساء أنت ما تناوت ولا تمرض دابا الآية دائما تيجي تيبدو لك من هنا ما تيجيش تيقول لك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني متنا وثلاث وربع هاد الآية هادي راه ما كتعنيش أخويا أنت عندك الحق تمشي تعدد راه التفسير ديالها واضح كاع ما تحتاج شي حد يمشي يفسرو لك أصلا الآية بادية باليتامى يعني شي حاجة ماشي يديك أصلا تمايا هاد الشيء هاد راه كان تيسري على العصور بالنسبة ليا وبالنسبة بزاف حنا بعنا صراحة الناس عندهم الحق اللي هم علماء كيضربوا في هذاك الشيء اللي تيجيبوه مثلا من خلال الأحاديث اللي هي ضعيفة ولا بشحال هكا خصكم تعرفوا بعد واحد الحاجة شحال هذه راه ما كانش شي حاجة سميتها حديث ضعيف حديث صحيح كان كل شيء كنخدموا به انتم كتشوفوا بكثرة الضغط اللي كيضغطوا الناس وفعلا من أجل شي حوايج اللي بغيناهم تكون منطقية فهاد الناس هادو ولاو كيفهموا ولاو كيترددوا على شي أشياء يعني بحال هاد الأشياء التانية راه ما خصهاش تكون في المجتمع لأنها عندها آثار سلبي كتقدر تشتت لنا أسر تتوقع لنا بزاف ديال الأشياء وعندنا حنايا بزاف ديال البنادم شوية عقله ما واعيش ما عارفش كيمشي كيسمع للسيد بحال هكا بلي إيه سيدي انت راجل عندك الحق هذا كتمشي كيزق هو بداك الغباء ديالو كيمشي تيدير شي مشكل اللي تيبغي يفرتك به كلشي هو عند باله بينه وبين الله ما درت حتى حاجة فيها المشكل أنا غير باش نعطيكم واحد المقارنة باش ما ندخلش بزاف ديال المتاهات راه المرا مثلا حاليا في فلسطين ماشي هي المرا اللي غتكون في المغرب مثلا فالمرا اللي هي في فلسطين مثلا الراجل ديالها خرج مشي يحاربوا مع عائلات بزاف مشاو تما رجالهم مشاو يحاربوا بزاف بقى واحد الرجال اللي هما قلال مثلا هادشي مثلا راه شي كان كيوقع في زمان باش نكونوا فاهمين القران رابط ديك الساعات راه ماشي هبط اليوم فمثلا كاينين ضروري من بعد الحروب غتخرج لنا واحد العيالات اللي هما يكونوا بزاف ارمالات يعني يخرجوا لنا بزاف حتى يموتوا لهم رجالهم في الحرب إذن فالله في القرآن تيهضر على هذه اليتامى تيقول لهم أودي إلا خفتوا أنتم في المجتمع إن خفتم على المجتمع ألا تقسطوا يعني أنتم في المجتمع ديالكم إلا كنتوا كتشوفوا بلي راه كاين بزاف ديال العيالات أرامل عندهم ولاو زعما إلا خفتوا عليهم تقدروا تجوجوا ومرأة وحدة أرملة ولا جوج ولا ثلاثة ولكن راه خصك زعما تكون زعما الابناء اليتامى دير لهم بحالهم بحال اولادك ديالك ويلا خفتي يقول لك ان خفتم الا تعدلوا الا خفتي تعدلها هي فواحده يعني
فهذيك المرحله الزمنيه بالضبط ديال انه الله اباح لهم في هذيك المرحله، راه ماشي انت غير تجي لانك راجل قال لك راسك تمشي تتزوج تزيد هادي وتزيد هادي بدا الروينه، هادشي راه ما كاينش في الاسلام، هادشي راه ما كاينش. يعني مثلا هادو مثلا بالنقط السوداء اللي كيترتب عليهم مشاكل كبيره، وهاد الناس باقي يقاوموا ضدهم. يعني واش المراه علاش نحقروا المراه هكا؟ وبقى يقول لك لا راه الراجل هو راه ماشي بحال المراه، يقدر يدير شحال من حاجه ما تقدرش دير المراه مثلا، هو يمشي ما هادشي ماشي لوجيكال الاخوان. لا واش حنا نجيبوا بوتي المساواه، يلا واجب لنا داك المراه تطلع لنا واحد الفياج الرمله وتبقاو يجبدوا بحال هاد الامثله هادو. وانت صاحبي تاكل هي كرموصه الا قدرتي تخرجها فاش كتحلي كيقول لي متى تجيب هذيك القوه اللي هي المراه عندها واحد القوه ديال الولاده. طيب هي قوه باش انك تولد، راه قوه خصك تكون عندك واحد القوه باش انك تولد، ما تظنش غتكون عند اي واحد. كيما انت عندك القوه باش انك تطلع الفياج الرمله، راه عندها واحد القوه باش تولد. ما نبقاش نديروا مساواه داك قنساومو في هاد الاشياء هادي، لانه ما في صالحناش على الاخوان. حنايا محتاجين واحد المجتمع اللي يكون فيه المساواه وكيحترم المراه، لانه المشكل هو انه المراه ربينا انها تكون دائما منغمقه وما تقول حتى شي حاجه، وربينا هكا وما تقدرش، وفي حال الا قدرات وتدوي وفعلا تعبر على الراي ديالها حتى تقول لك لا راه انا نفس الاحاسيس تحس بهم نحسهم حتى انا، راه ديك الساعه تقدر تشوفها تقول انت هي عايره، تقول انت مربي على انك ما خصش المراه تقول بحال هاد الاشياء هادي. ولكن لا، الاخ ديالي راه ماشي هكاك، ما ماشي بحال هكا، ماشي بحال هكا تتمشي الامور. هادشي كاين بزاف ديال الاشياء خصها تناقش. حنايا جبنا واحد الموضوع، انا علاش جبت هذا الموضوع هذا؟ كيف قلت لكم باللي غادي نوليو نخلقوا واحد الطيار اللي هو غيكون يساري متشدد. اليسار ضروري، خصكم تعرفوا باللي جميع العالم حاليا اي دول اللي ناجحات ناجحه لانهم داروا ثوره اللي هما كانوا يساريين. هذا الشيء راه ما بين اليسار واليمين، قلت لكم راه بدا في فرنسا، بحيث الناس اليمينيين اللي هما كانوا ديك الساعات اللي كانوا تتبعوا الكنيسه وكل شيء مشاو على اليمين، وديك الساعات اليساريين اللي كانوا يدافعوا على الحقوق وعلى المساواه راه كانوا في اليسار. من تما خرج داك لو تيرم ديال يمين يسار، من تما. يعني الاخوان حاليا جميع الدول كلهم كتنجحيها بهذا الشيء هذا، بالدول الديمقراطيه راكم كتسمعوا بالديمقراطيه والمساواه والحريات وكذا. المشكله هو انه فاش يولي عندنا واحد اليسار متشدد غيولي تدافع عليك على شي حريات، راه تبقى انت تبقى هيدا تشوف ما يقدر ما يعجبوكش هذوك الحريات اللي غيدافع عليهم. وهذا الشيء مناش غيجي من التشدد ديالك، لانك ولاتي خليتي ولا كيدافع بكل ما اوتي من قوه بدون ما يبدا يفكر. وهذا الشيء راه وقع في اوروبا، هذا ماشي كيعني انه اذا واشتي وخلينا نجلسوا هنا، لا راح ندك الجهه الاخرى اللي تحنا اللي كنا جالسين فيها اليمين حتى هي ما خدامش. يعني خصنا نلقاو الوسطيه والاعتدال الاخوان، ونعرفوا باللي راه فعلا الوقت والوقت الحالي دابا بغى واحد النوع في الرخاء، نكونوا رخينا وراه ماشي بديك الطريقه كتمشي الحياه. لانه فعلا في المجتمع راه كتوقع بزاف ديال المشاكل اللي كيقدروا يوقع ضحيه ديال الاولاد وبزاف ديال الناس، من خلال انك انت كيف كتجي كتحلل اللي حللتي وتحرم اللي حرمتي، وهو ماشي صحيح بكل صراحه. هادو من المواضيع اللي نحاول نناقشوا مع دراري اخرين، وغادي نحاول نطولوها بطريقه اخرى. انا غير جيت ندوي لانه فعلا هادشي هذا كيستفز شي شويه، لانه كتشوفوا كلشي الاخوان تيقول لك رايح انت هذوك خافوا، دونك بانهم خافوا اذا انا رايح ما خفتش مشيت كنعدد. قلتي لي في الاول الزوجه الاولى، عاوتاني قلتي لي الزوجه الثانيه، ما شاء الله انت من المعددين. الحمد لله، كما قال واحد الشيخ قال لي احنا من الخائفين. كيفاش؟ قال لك وين خفتوا ثلاثه ورباع، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال إحنا من الخائفين. أنت ماشي من الخائفين. الحمد لله. أني قال لك الله يبارك. كيفاش درت صاحبي هادشي هذا؟ هادشي هذا ما يمكنش صاحبي. حنايا كان هذا الجهل بكل صراحة، الله هذا الجهل الإخوان. كنتمنى أنا بالعكس، حنا بغينا المرأة تكون يعني مستقلة وتكون قد براسها. أنا الأخت ديالي بغيتها تكون إنسانة واعية مستقلة، تعيش إلى واحد النهار سهل لها ماشي حتيش ما تفهمتش، وهي تبقى حياة ديالها غادية في طريق مستقيم، ما عادش تكون حياة ديالها معتمدة على واحد الشخص اللي يقدر يجي ويدوز ويخليها مرونة. لا، هادشي ما كاينش على الإخوان. يعني الفيديو
بغيت نوريكم بأنكم خصكم تعرفوا باللي هادشي اللي حاليا كيوقع في المجتمع راه هو شي حاجه اللي خصكم تعرفوها وخصكم تعرفوا باللي راه حنايا دابا حاليا في واحد التحول وهذاك التحول خصنا نعرفوا كيفاش ندوز هذه المرحله ديال التحول وكيفاش ناخذوها لانها فعلا مرحله حازمه وكتبغي الناس اللي هو فعلا عندهم جوج ديال شقين يعني كنا كناخذوا الاشياء بواحد المنطق وواحد عدم التعصب لانه الاخوان راه التعصب راه كيخلق مشاكل كبيره ومن بينها حروب تتوقع اهليه وبزاف ديال الاشياء غير مؤخرا راه ماشي بزاف هذا كانت وقعت حرب اهليه في اسبانيا بسبب هذه الاشياء هذو الاخوان يعني هاد الناس هادو كنتمنى انهم يكونوا عارفين باللي راه بهذه الطريقه ديالهم في التشدد ما غاديش تبقى واحد التقدم فوالا هادشي اللي كاين.